بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم بخير. مول السيارة هذا عنده مشكل، درك نشوفوا الفيديو تاعو مع بعضات وماذا بيا تشخصوا وشنو هو المشكل تاعو، ومن بعد ان شاء الله انا رايح نعطيكم التشخيص تاعي اللي استنتجته من هالعطب. السلام عليكم خوتي، عندي فراشة 2012، عندي تازي، عندي واحد البروبليم هنايا كي راني نورها الصباح ولا في أي وقت. هذا السيو، هذا السيو اللي جاي من الريزرفوار، هذا دوك كي نرده هنا في البوبينة نتاعه تسكت. ركبت شوف، أني ركبت هنا نورمال تسكت، كي نقلع تعاود تولي تنوض. هاي تشو ركبوه تشو نوض هاكا دوك تنوض وتسكت. تنوض وتسكت، عاود نعاود كي نقلعه دوك كي نوض تنوض نورمال. تنوض عادي. ظرف لو كان نعاود نردها في الفيشن تاعها تعاود تسكت. ما فهمت هذا البروبليم. وهذه بدلتها، هذه البوبينه الصغيره راني نبدلها، ودارت لي نفس البروبليم. هو اللي فات عليه هذا البروبليم، ولا يقول الله يحفظكم. خوتي ان شاء الله راكم شفتوا الفيديو تاع السيد وفهمتوه ودرتوا التشخيص تاعكم. دركا نفهمكم في المشكل تاع السيد هذا. كما كم تشوفوا راني امام محرك كما تاعو 1.16 فالف، واش ماهوش تاع كليو فراشه، هذا راه تاع داسيا لوغا. هو كيف البوبينه اللي كان يوري فيها اللي هنايا كما هذه، كان يوري فيها كما هذه اللي هنايا في الداسيا لوغان، تجي في بلاصه اخرى. شوفوا هذا هو التيو اللي كان ينحي فيه ويدير فيه، يدي لادميسيون ويحبس لهنايا ويدخل في البوبينه اللي يقول عليها. بصح تاع الداسيا لوغان شوف وين يجي، هكذا ويجي لهنا. هاي لك البوبينه، درك نوريها لكم كما هو يسميها. هاي البوبينه اللي هو يسمي فيها بوبينه، هي هذه راهي مش بوبينه، اسمها الكتروفان تاع فلتر كانيستر. هذه اسمها الكتروفان تاع فلتر كانيستر، وهاني في اخر الفيديو هذه ندير لكم رابط التصويره، اضغطوا على هذيك الصوره راهي تديكم الفيديو تاعي اللي فيها اللي نهضر عليها على هذا الكتروفان تاع فلتر كانيستر بالتفاصيل وكيفاش تراقبوه. هذه من جهه. قبل ما نبدا في الشروحات نقول لكم اقعدوا حتى لاخر فيديو باش تستفادوا من المعلومه اللي في الفيديو هذه. دركا السيد يقول راني طوموبيلي كي نوضها بارده ولا سخونه صباح ولا العشيه كيف كل ما نحيش هذا التيو من هذيك البوبينه كما يقول من الكتروفان ما تنوضش. وراكم سمعتوا الحس اللي تجبد فيه كي نحيها تنوض، بصح تبقى تجبد في الهواء بزاف. وكاينه حاجه اخرى يا للاسف ما قالش عليها، هل يشعل في الطابلو دبور يشعل له مؤشر تاع تشيك ولا لا، بين راه كاين مشكل في السياره تاعو ولا لا. هو لا عاد كاين مشكل كما هكذا لازم يشعل هذاك التشيك، ما قلناش. ويا للاسف ثاني ما قلناش لا دار سكانير ولا لا. هو كل ما يصير لكم مشكل لازم ديروا سكانير، خاطرش هذو المحركات تاع دركا فيلم الكترونيك بزاف وكلش الكترونيك. الحاجه اللي تعود فيها تريسيتي راه ما يقدرش نقولوا احنا كميكانيسيانات ما نقدروش نشخصوها. نشخصوا لكم عطب تاع نقولوا ميكانيك تاع اللي يخبط تاع خبطه تاع كذا نقدروا نعرفوها، بصح تاع تريسيتي سكانر هو اللي يقدر يجيبها 100%. هذه من جهه. يا اخي الشيء اللي راك دير فيه مدرك ما مقلطينك باش تنحي هذه التيو تاع الكتروفان، تنحي منها وتنوض. هو حل نقولوا ماهوش دايم، لكن باش تقضي امورك ولازم تلقى الحل اللازم. كما قلت لكم الحل اللي داره هو
من درك كاش ما كان ميكانسي انا وكالي فيه ولا كاش واحد دبر عليه قالوا لنا حتى هذا باش تعود تنوض وخلاص. المهم انا نقترح عليه اول حاجه هو يدير سكانر ويحب حتى ان شاء الله نتمنى يشوف الفيديو هذه يبعث لي الرقم تاع اللي خرج له تاع الكود ديفو ونقول له شنو هو المشكل تاعو. ثانيا المشكل تاعو راهو لهنا في الفراشه في البابيون اللي كما هذه كما تشوف فيها هذه بابيون تاع ميش تاعها بصح تشبه لها خذها تاع دساويه الطروسه وشن كيف كيف درك نوريها لكم. لازم نحو الفلتر الساع نحو التيو هذا نحو هذا الخرطوم تاع روني فلار تاع لابواط فيتاس ومن بعد نطلعوا هذا نطلعوا الفلتر هكذا فوق نحو هذا الخرطوم الثاني اللي يجبد منه الهواء دقيقة نحو الخرطوم هذا ومن بعد نطلع الفلتر هكذا ونجبدو كما قلت لكم هذا هو المشكل راهو لهنايا الفراشة تاعو راهي مفرمية الهواء باش تخلي في الهواء يدخل لهنا درك نشوفو الداخل هاو شوية ممسخ بالمناسبة لازم ننظفو كيفاش تخدم الكلابي هذا اللي راهو الداخل هذا شوفو كيفاش يخدم لازم يتفتح ويتقلب ومن بعد كي نوض ومن بعد كي تنوض نورمالمون يتفتح شوية باش يخلي الهواء يدخل هو الفراشة تاعو راهي مفرمية له الهواء على بها ما تنوضلوش ترقد ديسونس يجي بصح الهواء مفرمي وكي نحي الخرطوم تاع لابان تاع الفلتر كانستر تنوض سي نورمال واش يعود له ميلونج تعود له خلية تاع بنزين يعود ميلونج نقولوا باور لخاطرش فيه الهواء بزاف وليسونس موش بزاف لخاطرش الهواء نورمالمون الفراشه هي اللي تكالكوليه باش تعطي الحساب هو المقياس لا دوز الجرحه اللي لازم في الخليط لازم جرحه تاع ولا كميه تاع ايسونس ولازم 14.7 تاع هواء باش هذاك الساعه يكون الخليط مليح باش المحرك ينوض لبس عليه وما ياكلش ليسونس وما يدير حتى مشكل. دركا نروحو نديرو كونتاكت ونشوفو واش دير الفراشه هذه. دير شو كونتاكت شوفو كيفاش غنديرو كونتاكت دير با نوض شوف دركا شوفو كيفاش يخدم راهو يخلي الهواء يدخل باش الخليط تاع هواء بنزين يكون في المستوى. عاود رقد هاو داك شفت شوف كاش يدير كاش يخدم صح دير كونتاكت نوض شوفو كي نوض كيفاش يخلي الهواء يدخل هاو يتفتح هاو مفتوح موش كما هاو مفتوح من فوق عاود رقد شوف كيفاش درك يفرمي هذا خوتي الفولي راكم تشوف فيه هو اللي ريقل الهواء خوتي السيد هذا المشكل تاعو هو لهنايا عنده في الفراشة ننصحو ساع ينحيها ينقيها ومن بعد يروح يدير سكانر باش يشخص له شنو هو المشكل وقادر لا لقاه نقولوا تالف يدير له لوطو ادابتاسيون باش كي يعود يدير كونتاكت يعود يخدم كما هكذا تيا بلا ما ينحي الخرطوم تاع الالكتروفان تاع الفلتر كانستر هذا هو المشكل تاعو. في الحقيقه ماهوش مشكل نقولوا صعيب بزاف ماهوش حاجه اللي تقلقوا يروح ان شاء الله يدير سكانر برك والمشكل تاعو راهو بسيط راح ينتهي ان شاء الله.
خوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتوا من هذه الفيديو البسيطه. نقولكم ما تنساوش تابونيو في لاشين يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد تاع الفيديوهات تاعي.